هما اللي يقولوا كنا صاربين ما عرفناش اش كنعملوا ما وديوركم عرفتوا تمشيو تدخلوا لي وتدخلوا لهم عاقلين على الطريق وكذا واش كتعملوا مع سيتوان العائلة ماشي شي واحد متسرد ولا ما ماشي الغابة هادي في الحقيقة أنا تصدمت من نشوف داك الفيديو والروالي الدراري في الحومة تصدمت السلام عليكم انا الاخ في الحقيقه هذا الشيء فاجانا شفنا هذا الفيديو هذا اسفنا واسف ساكنه تطوان كلها وجميع المغاربه اللي شافوا هذا الفيديو هذا وهذا الشيء هذا غريب سيد مريض عقليا مصاب بخلل عقلي يعني مرفوع عليه القلم والناس هادو ما عرفناش علاش تعدوا على هذا الاخ هذا بالضبط سير مريض دائما معروف في البلاد كيعرفوا رجال الامن اللي كنشكرهم بزاف والسكينه تطوان اللي ضمنت معنا هادشي ما خصوش يكون وفي الحقيقة هاد أصحاب السوابق هادو خصهم ياخدو الجزاء ديالهم هادشي فاجأنا وأسفنا وما عرفناش حتى البارح تفاجأنا في الحقيقة ما عرفنا حنا باقيين دابا مفاجئين معتقلين الآن عند الشرطة وغدا إن شاء الله في الصباح عندنا الحضور معهم في الجلسه وهادشي اللي كان موسيقي وكان بصحته وكان شاب يعني ما عنده ما يتقال فيه الناس راه معروف في تطوان والعائله ماشي شي واحد متسرد ولا ما كي يتعدى على حد ما عمرو عنده شي سوابق طرفينا نفسيا وأثر في الجميع وكنطلبوا العدالة تشوف مصر هاد المجرمين هادو تعمل معاهم الواجب كما ينبغي باش يتربوا الاخرين ما يتعدى حد على حد ما بين ما عملكم حتى شي حاجه وما واخا الانسان يكون بينه وبين شي حاجه هذه ماشي الغابه كاين القانون الانسان كيمشي يتشكى يا لي راه كاين رجال الامن كاين القانون كاين احنا ماشي في الغابه بس كل واحد غياخذ حقه بيدو وانا دابا البارح تما كنا شاربين كنا ما عارفينش اش كنعملوا هما كيقولوا كنا شاربين ما عرفناش اش كنعملوا وديوركم عرفتوا تمشيو تدخلوا لهم عاقلين على الطريق وكذا واش كتعملوا مع ودائما في ما يمشي نشري له الحاجه نشري له الصباط يمشي يجيب لها به نشري له سبردينه يخرج يجيب لها بها في الدوسيس راه هي في يدي والو يعني ما حتى ما بقيتش كنضطر نشري له الحاجه كيخرج كيجيب لها بها فحال اللي كنشريها لي لهم الظلم الله سبحانه وتعالى حرمه على نفسه هاد حنا راه ماشي الغابه هادي كنشكرهم بزاف والله يجازيهم بخير وهذا هو العمل الانساني في الحقيقه انا تصدمت من نشوف داك الفيديو والروالي الدراري في الحومه تصدمت نفسيا والله يحفظو كيكون دابا هاد الناس هادو حضرنا عليهم وهذا في كنا غنصبحو كان يكون رد الفعل غادي تسبونا عاوتاني في شي مشكل حنا مسؤولين عندنا مسؤولية ديالنا